توجه وزير الداخلية محمود توفيق يرافقه اعضاء المجلس الاعلى للشرطة الى القصر الجمهوري بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك في اطار الاحتفالية بعيد الشرطة 2023 وفي نص الكلمة اعرب وزير الداخلية عن اخلص مشاعر التهنئة واطيب الامنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق مؤكدا ان جهاز الشرطة ورجاله الاوفياء على عهدهم بحس وطني وايمان راسخ من اجل النهوض برساله الامن النبيله بخطى ثابته قويه لا يوهن من عزمها الصعاب والتحديات مؤكدا ان مسيره العمل الوطني ستظل ماضيه وصامده بقياده الرئيس السيسي الحكيمه